مرحبا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك. كيفيه الاستضافه النهارده وكيفيه تفعيل الحزب مع هذا الحكم؟ الحقيقه احنا وجهنا الدعوه للدكتور عصام لان الدكتور عصام دي رحله كفاح الحقيقه هو قام بيها عشان يسترد حق المصريين في الخارج في التصويت. وده الحقيقه انتصار لحقوق المواطنه ولحقوق المساواه بالنسبه للمواطنين اللي في الخارج. الدكتور عصام كان ورا رحلة طويلة، وكان الأستاذ جمال شويخ معاه هنا المستشار السياسي للجمعية، والحمد لله كلل الله جهودهم بالنجاح واستطاعوا الحصول على هذا الحكم، وأصبحت النهاردة المسألة في آلية التنفيذ. خيارات موجودة كثيرة بالنسبة للتنفيذ. دكتور عصام نستسمع حضرتك يعني بس في نبذه عن يعني المواطنين خارج جمهوريه مصر العربيه وعددهم وكيفيه تفعيل. انا سمعت الحوار قبل التسجيل حضرتك يعني هم عاملين يعني ايه تكتل، وضربت مثال بحزب في ايطاليا. ممكن بس حضرتك تدينا نبذه عشان احنا مغيبين عن، او معظم شعب مصر مغيبين عن ايه، عن المواطنين خارج مصر. يعني قبل ما ارد على سؤال سيادتك، طبعا انا عايز اشكر سيادة السيد الأستاذ قرطام رئيس حزب المحافظين على الدعوة الكريمة اللي ادها لي النهاردة، وأنا سعيد جدا في حضوري النهاردة. بالنسبة للمصريين في الخارج، احنا طبعا العالم كله يعلم ان احنا عددنا كبير جدا، طبعا ما حدش يعرف العدد بالضبط، لكن يعني في حدود 8-9 مليون، يعني 10% من تعداد سكان البلد موجودين بره. دي طبعا قوة فظيعة جدا بالنسبة للانتخابات القادمة إن شاء الله، وإحنا حاولنا بكل الطرق أننا نحصل على حقنا الدستوري في الانتخابات. في مواد كتيرة جدا موجودة، ومواد اتلغت زي المادة 40 و52 و62 و63. المواد دي كلها بتقول أن لا فرق بين المصري اللي عايش بره والمصري اللي عايش جوه، ولكن للأسف الشديد ما قدرناش يعني نوصل أو ناخد حقنا إلا عن طريق المحكمة، والحمد لله المحكمة ادتنا الفرصة بتاعتنا، وهيبقى عندنا قوة ضخمة جدا انتخابية. أنا شايف وأنا رأيي إن هي هتغير من خريطة الانتخابات اللي موجودة في مصر إن شاء الله. هل المصريين بالخارج عندهم يعني الدافع اللي هم يشاركوا في هذه الانتخابات؟ ما يفرقش، أنا شخصيا يعني ممكن ما انتخبش يعني على مزاجي، المهم إنك تديني حقي، اديني حقي وأنا حر. ولكن أنا أوعدك ان اغلب المصريين اللي موجودين في الخارج اللي لهم حق في الانتخابات، اللي هم حوالي 4.5 ل 5 مليون صوت، ال 4 5 مليون دول اقول لك يمكن 90% منهم ان شاء الله هيدخلوا الانتخابات اللي جايه ديت. هل في برنامج لتوعيه او تصحيح، هم كانوا فاقدين امل بهذا الحكم يعني، فهل في برنامج لتفعيل هذا؟ البرنامج موجود بقاله 10 سنين، موجود عندنا في إدارة أو يعني مركز إدارة اتحاد المصريين في أوروبا في لندن. البرنامج ده موجود وكامل ومكتوب، والحكومات السابقة كلها تعلم بيه، وأنا شخصيا اديته لهم. بس هي الفكرة إيه؟ إن المصريين في الخارج عندهم وعي كافي، مش محتاجين البرنامج. البرنامج دوت موجود في دماغهم. إحنا عندنا 36 ساعة توك شو كل يوم، كل ليلة بتلاقي في ناس عمالين يتكلموا. فالعالم ديت مع انها يعني خرجت من مصر، ولكن مصر ما خرجتش منهم. ما تحملش هم، ما تخافش يعني. احنا مشاكلنا فندم، وبكل التوفيق. شكرا جزيلا وكتر خيرك. حضرتك تحب تضيف حاجة؟ لا الحقيقة انا ما يعني ما فيش اضافة. المهم ان احنا نبحث، وده اللي انا بنناشد به اللجنة العليا للانتخابات، انها تجد الخيار المناسب السريع للتفعيل. حتى لو خيارات غير كاملة، يعني لو قالوا مثلا إشراف القضائي، لا يستطيع القنصل المصري أن يقوم بهذه المهمة. إنما أسوأ الخيارات كان الحقيقة أسوأ الخيارات هو منع المصريين الخارج في الخارج من ممارسة حقهم واللي التزمت به حتى كل المعاهدات الدولية. بشكر حضرتك وكل التوفيق. شكرا يا فندم، شكرا.